وفي القاهرة نظم التحالف العربي من أجل دارفور احتفالية سياسية وفنية للغرض ذاته. عبد البصير حسن والتفاصيل من القاهرة. نغمة من أجل السلام هو العنوان، والسلام والأمن والاستقرار هو الغاية في بلد اكتوى أهله في مناطق متفرقة بنار الحرب والعنف القبلي، ولا يزال التهديد مستمرا. النغمة تدق كذلك جرس إنذار قبل استفتاء ربما يقضي بانفصال جنوب البلاد عن الشمال، بعدما عجز اتفاق سلام نيفاشا عن وقف العنف هناك برغم انتهاء الحرب. احتفالية زي دي تيجي أهميتها منها جاية من عواصم كتيرة في العالم، منظمات دولية، مجتمع مدني، أحزاب سياسية، نقابات، الكل بيجمع على هذه النغمة على دقات الطبول من أجل المطالبة في السودان، من أجل وقف سنوات طويلة من الحرب في السودان. ولأنها نغمة ومن أجل السلام، كان لأهل الفن والأدب كلمتهم. لازم كلنا نحط ايدنا في ايدين بعض، ومش مشكله سياسيه دلوقتي، مشكله سياسيه، مشكله انقاذ الشعب اللي بسبب الحرب دلوقتي عنده مشكله كبيره جدا في الغذاء، في العلاج، في الاساسيات لحقوقه. ليست هناك معلومات كافيه ولا في توعيه ولا لماذا يحدث في دارفور في هذه اللحظات او ما حدث قبل 8 سنوات. مستمره نحن في هذا العناء وفي هذه الكارثة والبأساء لمدة 6 سنوات. منظم الاحتفالية والمشاركون فيها لا تعنيهم نتائج استفتاء الجنوب المنتظر ولا المواقف السياسية لأطراف الصراع في الغرب، بقدر ما يشغلهم أمن المدنيين وسلامتهم أينما كانوا. يجب إعادة ترتيب الأولويات لكي تكون سلامة الإنسان وحقه الأساسي في الحياة وفي الأمن وفي الاستقرار هو الذي يحتل البند الأول، ويجب أن تتنحى كل البنود لصالح كل هذا البند، خاصة أنه بعد الاتفاق على حق تقرير مصير لجنوب السودان في مثل هذا اليوم بعد عام من الآن، أزمة دارفور تراوح بعد 8 سنوات تراوح في مكانها. من عواصم مختلفة حول العالم ومنها القاهرة، وقبل عام على استفتاء تقرير المصير في جنوب السودان، أطلق المشاركون في احتفالية اليوم طبولا من أجل السلام في كامل السودان منعا لطبول الحرب. عبد البصير حسن، BBC، القاهرة.